تنسيش أصناف الأكل اللي قال بيحبوها اللي جايين ياكلوا النهاردة دول، خصوصا الملوخية بالأنارب اللي بيحبها الواد إبراهيم ابن حميدة. يوه، هو أنت هتوصيني يا حاج وهي دي أول مرة أعمل لهم أكل ويجي ياكلوا عندنا؟ اطمن يا أخويا اطمن، ده أنا النهاردة عاملة فضلة خيرك سفرة ما عملتهاش قبل كده. ايه سكر؟ والله انت اللي سكر. عموما ما تنسيش كمان المكرونة الحلوة اللي انت بتعمليها لهم دي. المشاميل دي عملت لهم المكرونة المشاميل دي اول حاجة طلعتها من الفرن. قولي لي بقى، الراجل المعلم سلطان ابو كاشف ده شيع صينية البسبوسة اللي انا وصيته عليها ولا لا؟ شيحها يا حاج، شيحها قبل ما تيجي بشويه صغيره. اللهم ادمها علينا نعمه واحفظها من الزوال يا رب العالمين. طب ايه رايك بقى اللي انا محضر لك تعميره هيكتريز بعد التعميره دي بقى يا حبيبتي هديكي بوسه صالحك بيها. لا لا لا، ايه يا حبيبتي اللي انت بتقوليه ده؟ ده مفيش في القلب غيرك يا حبيبتي، ما تسمعيش كلام حد. طب ايه رايك بقى اللي انا اول ما هشوفك هجيب سكينة افتح لك بيها قلبي عشان تتأكدي من كلامي. يا بنت ما تسمعيش كلام حد، دول بيغيروا منك عشان انت معايا بس. طب انت عارفة انا لو شاورت الواحدة فيهم هتجيلي جري. اه طبعا جري جري يا سامي، ها جري عشان نلحق نتغدى بعد كده نقعد نذاكر. ها يلا يا سامي، انا جايلك يا سامي. بسم الله ما شاء الله ونعم الشباب. والله براو عليك يا بيت، فعلا انت عرفتي تخلفي وتربي. الواد ابنك فعلا صحيح، ما يعرفش الخبص ابدا، عارف ازاي صحيح يركز في مستقبله. كلامك مظبوط يا حاج، كلامك مظبوط، صح صح صح. اقعد يا واد اترزع. اقعد يا حبيبي اقعد، كلامي مظبوط. ازاي بقى انت صدقتي بقى اخويا قلبت سامي لساميه؟ لا لا، ناصع وحدي حقيقي، بس الحاجات دي ما تفوتش على العقاد الكبير. ده الكلام اللي مش موزون بقى. طب ايه رايك بقى يا حاج اللي انا كنت بكلم سامي صاحبي فعلا؟ سامي على الاطلاق، انت ما تعرف اي حد اسمه سامي، ولا في الدنيا دي حد اسمه سامي غير شي، هو سامي شرف اللي كان بيشتغل مع جمال عبد الناصر الله يرحمه. يالا يالا هتنصب على ابوك. انا كل اللي اعرفه انك تعرف اللي اسمها سامية، اللي اسمها سمية، سميات، حاجات زي كده. خلي ابنك يعقل يعقل واخد باله من مستقبله. وبعدين يا هاد انت، انا صابر عليك ومستحملك لحد دلوقتي، بعد كده لا يمكن. مش كفاية بخيبتك اختك الصغيرة حصلتك، عايزة تسبقك كمان، جاتك مصايب. يا ريتك كنت انت البت وهي الواد. ايه الكلام ده يا بابا؟ بقى عاوزني اتقلب ولد ليه؟ انا وحشه للدرجه دي؟ فاشر يا حبيبتي فاشر، ده انت بنت بهيجه، هو انت في دفرك في البطليه كلها؟ البطليه بس؟ قولي بره مصر كله، بحري وابلي وسينا والواحات، هو انت في غيرك؟ هي مروه العقاد في الدنيا دي كلها واحده بس. لا ده كده كتير عليا قوي يا بابا، انا بحبك قوي يا حبيبتي. قد كده انت بتحبني؟ ربنا وحده يعلم انا بحبك قد ايه يا بنتي. ما انا قلت الكلام في البيت ده مش موزون، يعني ماليش انا من الحب جانب. بقول لك يالا يا ابو حب جانب انت، ده
انا معايا تحت على المغلق لغايه اخواتك ما يجوا. ها مغلق النهارده؟ معلش يا حاج عندي كده مشوار، واحد صاحبي عنده مشكله. معلش خليها بكره، خليها بكره. طب يا فالح اعمل حسابك تكون على الغدا هنا مع اخواتك وولادهم. ايوه يا ودي يا فتح، تكون على الغدا هنا اهو، ربنا ما يقطع علينا عاده. يعني معاد الصنيوره بتاعتك سامة فندي دي ولا ايه؟ اجله اليوم تاني، مفهوم؟ مصيبه. اضحكي اضحكي يا اختي اضحكي، ما انت اللي على الحاج. لا يا حبيبي، هو في اغلى منك انت كمان؟ انت مش شايفه، مش شايفه بيعمل معايا ايه؟ ده كل يوم لازم يسم بدني بكلمتين. مش تكلم سامي صاحبك تعتذر له بدل ما هتلطعه في الشارع؟ انا مش ناقصك، مش ناقصك، ها فكك مني، انا مش ناقصك. بيت يا سوسه خفي على اخوك شويه يا بيت. ها اما اخش اشوف الاكل ده، انا عامله اكل سكر حقيقي. يا فتحي هتعمل ايه؟ انا خايفه بس صاحبتك تدور على حد تاني يغديها. قومي 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 يا ناقصاكي، اتكلي على الله. يلا روحي دحي، روحي دحي، عشان انا عارف لو دخلتي الامتحان وما جبتيش امتياز وجبتي جيد جدا هتقلبيها بقى محزنه وعياط وتولولي. يلا يلا اتكلي على الله، يلا اتكلي على الله. مالح اكلم ساميه؟ سامي سامي، ها سامي. خد يا حبيبي انت يا بيت، قومي فسخ ايديك وفرقي. يلا فسخ ايديك يا برعي. يا بنت انا بقول لك انت، الله بترمي الهم على برعي ليه؟ يلا فوزيه، ده انا عامله لك يا حبيبتي صينيه الرقاق ومغرقها لك سنيبر. كلي، ده انا شايفه طبقك فاضي. ابدا يا حبيبتي، اكلك زي الشهر. طب ده انا بستنى من الاسبوع للاسبوع عشان اجي اكل الاكل الطعم ده، عشان كده الحاج قاعد عندك على طول. يا ست فوزية عظيمة، في ايه؟ ما انا يا ما قعدت عندك بيه شهور ما حدش اتكلم كلمة. ما تقولي لها حاجة يا ست نازك. اقول ايه؟ هو انت حد يقدر يتكلم بعد كلامك يا حاج؟ ده انت سيد الكل وقمر بيتول، مالكش دعوة بكلام فوزية. مالكش دعوة بكلام. هو ده جديد عليك يا نازك؟ ما انت طول عمرك كده رايحة مع عم العروسة وجاية مع عم العريس. هو ده وقت الكلام اللي مش موزون ولا ايه؟ احنا جايين نتغدى مش نتخانق، مش كده؟ والله يا قبلة فوزية احنا بنصدق نتجمع كل اسبوع مع بعضينا. انا بيعجبني كلامك يا مروة، ست العقلين، تمام زي قبلة بهيجة. يسلم فمك يا سعاد يا حبيبتي، تسلميلي. انتوا يا جماعة سايبين الاكل ونازلين لوك 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 في كلام لا يودي ولا يجيب. يو رايح فين يا حاج؟ انت ما كملتش اكلك. لا ما انا شبعت الحمد لله. ده طبع الرقاق يا اخويا زي ما هو. جايز نفسه مش رايحه للاكل يا بهيجه. طب ده اخر مره اتعشى عندي كان هياكل صوابع ايديه ورا الاكل، مش كده يا حاج؟ كده يا فوزيه الشاي بهيجه. عيني يا اخويا حاج، يعني عاجبكوا كده؟ الراجل اتسدت نفسه عن الاكل. اتسدت نفسه. هات يا بنتي حميده حته مكرونه بشاميل من عندك. حاضر يا مرات ابويا. تسلم يا برعي.
يلا يا بنت شد حيلك، ما تجيب حته يا بارك. يا بنت حته البطاطسايه دي، هاتي يا اختي هاتي. معموله ايه بقى؟ ده مقصر يا بنت. تسلم يا حبيبتي. يا اختي الملوخيه الدلع اتحدى عينه فيها الله اكبر. قال دلع الملوخيه من عماهم قال الخير جاهم. نتكلم بقى في المفيد. انتوا عاجبكم اللي بيحصل في الحي عندنا ده؟ عاجبك يا حاج؟ عاجبك منظر توبير المخدرات اللي بقت عيني عينك؟ برافو عليك يا محسن، اهو ده الموضوع اللي كنت عاوز اتكلم فيه يا بابا. بصراحه المساله زادت عن حدها. وهو يعني ده شيء جديد على البطليه يا محسن؟ يعني انت عايز ايه يعني؟ عايز تحرم الناس من مزاجها؟ مش كفايه القرف اللي بيشوفوه كل يوم؟ وبعدين انت مالك انت يا اخي؟ وانت عايش في البطليه؟ عفارم عليك يا فتحي، تعجبني. طبعا يا اخويا، ما دام كلامه جه على هواك، ما انتوا الاثنين زي بعض. يعني عايزين الحاج يعملوهم ايه؟ يقطع عيشهم؟ يا اخوانا دي سبوبه، خلي الناس بقى تسترزق. قصدك بتتاجر في اذى الناس؟ مظبوط يا مروه، محدش بيضرب حد على ايده. واديكوا شايفين الزبون بيجي لحد عندهم ويقف في الطابور عشان يتلام على اي حته كده يعمل بيها دماغ. حضرتك موافق على الكلام ده يا بابا؟ هنعمل ايه بس يا بنتي؟ ربنا يستر، ما هو ما باليد حيله. ازاي بس يا بابا؟ انت تعرف ناس مهمين قوي وليك نفوذ. يعني عايز ابوك يعمل ايه يا مروه؟ الله، يودي نفسه في شربة ميه مع شويه مجرمين زي دول؟ كلامك مظبوط يا قبلتي، كل اللي ابويا يقف قصاد الناس دي. دي الحكومه بجلاله قدرها ما عرفتش تعمل معاهم حاجه. ما تبس يا بنتي حميده، اقعدي ساكت. وانت يا مروه قفلي بقى على المواضيع اللي زفت الطين اللي انتوا بتتكلموا فيها دي. يا جماعه احنا عايزين ننظف الحي من الوغش دول. جرى يا محسن؟ مش مرات ابويا قالت خلاص؟ جرى يا سعاد، هو انت دايما كسفاني كده؟ انا مش عارف يا حاج، مش عارف ليه مش واخده حنيه قلبك الكبير علينا. قولي لجوز بنتك يا نازك يبطل حركات الاونطه والالباندا دي. انا مش فاهمه هو عايز ايه من الحاج. صحيح يا بابا، هنفضل ساكتين على اللي بيحصل ده؟ يا بنتي مش الست بهيجه قالت لكم قفلوا على الموضوع ده؟ وانتوا فاهمين ايه؟ انا ممكن اتسبب في اي اذى لاي حد من اهل حتتي؟ هقدمهم يعني خرفان لبتوع مكتب المكافحه؟ لا 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 يا اولاد، لا، مش ابراهيم العقاد اللي ممكن يعمل كده في اهل حتته ابدا.